صباح الخير عليكم احباب البعاد والقراب. ايوا دابا انا كنت غادا نطحن وتلقيت واحد المرضي في السانسور تلاقيت انا وياه. تبارك الله ياك لك ياك عندي. قال لك والو ما تمشي طحني تندير لك الفطور. ها هو كيدير لي الفطور. قال لك صايب لي الفطور. الفطور ديال هذوك هذوك اللي دايري. ها هو كيدير لي البيض حيت عارفني كنت مروحة. ولكن قلت لي راه وليت لاباس. قال لك لا ما تمشيش وكاين داك الجو برا خايب. الجو برا خايب كاين الشمس بزاف ما طحنيش كلشي نجيبو. قلت لي انا بغيت نطحن الزرع وندير لك خبيزة زوينة مبخالة تهلا فيك ملي جيت عندك نتهلا فيك. قال لك لا ايوا رجعني. هو كيدير ليا كيدير ليا الفطور. قال لك شوف نقوي لك الزيت ولا ندير لك عشوية؟ ندير الزيت داك كتعطيه قتلة. لا انا راه فطرت انا راه كنتي فطرتي هادشي عليا انا هادشي عليك انت هي تبارك الله شحال ديال الزيوتات. بارك الله على وليدي. طحنتي هادشي؟ خلينا نزيدو نطحنو واحد شوية. انت شوفي عاوتاني الطريقة ديال الناس الواعرين هذوك اللي تيكونوا مرضيين. المقفلة ديال هذيك فين هي مرضيين؟ ماشي مشكل حنا ضروري تكون المقفلة ديالها عندي شوف. ياك تنجيب لهنايا نجيب هاد الميكا هادي اللي معرفين شنو فيها تنحلوها نحلوها هاكا تنديرو لها هاكا. شنو هذاك؟ هذا سميتو اللوز. نديرو لك اللوز باش تصحاحي ايه مثلا عندك شي سنينة ما تعبتهاش تحيد من بلاصتك. ايوا كدير على السنان وشوفي تستيفا على كلام اللي نحلوها عليها انا نجيبو تبسل انا هذا الحطب تهلا يومين تو الله يرضي عليك ويرضي على تريك تريكتك تريكتي كامله ماشي كامل بحالك ماشي كامل بحالي لا يقدر حتى هو مرضيين بحالك تهلا وماتو الباكيطا هو ونديرو هنايا ندخلك شي هو هذاك واه سي بوكر شوف هاد المقفله ديال هادي حاط عليها شيبه شوهتيها انت يا سيدي حاط عليها شيبه دير لها تبصيل يا سيري بديت هادشي هذا بما نصاوب لك اتاي عرفتي الحكايه ديال هاد الراديو انا اللي ديما عزيز عليا عمري ما عاودتها لك واقيلا ديال هاد الراديو هذا مالو الراديو مالو هذاك الراديو الراديو كنت باقا صغيره وتنموت على الراديو الله اه كنت ديك الساعه ما تمشي ولا السوق لا والو انا جبتك الاغنيه اللي كانوا هذاك الوقت الزوينين اه تفكرني شو اغاني ياه اللي تكون زينه هذيك المصريه نتكلم لا ابراهيم العالمي هذه الخيال يا سيدي هو قلت لجدك قلت لي شري لي راديو قال لي الراديو غالي قلت له انا نسقط هذاك الجنان اللي في البحيره كامل وداك اللي كنت غتعطي للخدامه جيب لي به راديو اه وسقطته سقطتي داك الجنان كامل اه ديال هذاك البحيره ديال ايوا الشغل ديال الرجال زوين ولكن تيكون معليش معليش لا تيكون مضروب زوين مروب مروب ايوا سيدي قلت ليه عفاك سيدي كنت نقول لي سيدي عفاك سيدي اللي جاب لي راديو تنبغي الراديو قال لي يا ودي غالي هو تيقول لي غالي انا ما عرفت واش غالي ولا ما غالي قلت ليه هو شتي هاد الجنان هذا ما تشديش خدام انا غنسقطو اللي في البحيره وهذاك الثمن اللي غتعطي للخدامه جيبوا لي راديو يا 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 جيبوا لي خدي شحال خدمتي ديك الوقت هذيك الزجاجه ايوا شوف اش خدمت عليه خدمت دساليت هذاك الجنان نكون شي 20 زيتونه ولا 5 لا شحال ديال النهارات شحال ديال الوقت غير كون سيمانه ولا وي وي سيمانة دخلنا بس الراديو ها هو دابا بقى عزيز عليا البال ماشي هو هذا النيت هذا واحد اخر لا لا بقى هذا مسكين 35 عام ولا هذا باقي هذا الراديو مدرب خلاص على داكشي ديال تشعبط في الزيتون وداكشي تشعبط في الزيتون وسقطت الوليدات حدايا لقطو قلت ليها انا سقطت يلاه جيب لي انا الخميس جابوا لي وبقى بقى عندك كلمتو صافي راه لاباس الله يسهل عليك ايوا تمشي فيما مشاك الله حنا كنا غادي كنت غادا نطحن تلاقيت انا ولدي في السانسور ردني دار لي الفطور قال لك كنت غادا بلا فطور قلت زعما تا نطحن ونجي ونفطر دار لي مسكين الفطور قال لك مرضي ديالي هذا اخر العنقود ظريف بزاف مؤمن ولدي انا تنحسبو من المؤمنين هذا الولد عندي دائما تلقى العذر للناس وخا يديروا فيه الفالطه وخا كلشي والله يستر ويستر جميع الوليدات المرضيين الوليدات اللي فيهم الصلاح يستر الجميع
الله يرضي على وليداتي كاملين. هاد الوليد صغير تعجبني بها ديال دايما عندي صغير، دايما نهض فيه، دايما ندور فيه، الدنيا عندي هاني. البارح ما كداش نطحن هاد الزرع، واليوم عاد مشيت طحنته. ايه مشيت البارح لواحد الطاحونة بعيدة، لقيتها سادة ورجعت عاوتاني وديتو لطاحونة اخرى. ايه وطحنتو هنا جبتوه، ان شاء الله ندير منو واحد الخبيزة، عجونة بالبلدية ان شاء الله، بالخميرة البلدية كنت نقول بالبلدية. ايوا التمارة كلها باش ناكلو خبيز صحي من خالتو. جبت الطحين عجنت منه هاد الخبزات، جبت عجنتهم خبزتهم في الفران. حنا دابا حطينا الغداء، غديوه على قد الحال هي هادي. ايوا دابا غنسالي ان شاء الله، نرتاح واحد شوي، نمشي للجردان نفوش شويه. وحش الربيع البرد. زيناتو الله همشي. الله توحش الربيع والله، الا كنت نجلس نجلس نمشي لبلاد الخير. ايوا دابا انا جيت هذه الجمرة، هذه هي الجمرة، سميتها الجمرة. هذه كاينة في الصفر وكاينة في هاد، سبحان الله العظيم، دايرة قرونة. هذا اليازير، هذا يعجبني اليازير. اليازير البنة والدواء وكل شيء في هاد اليازير هذا، راه كيعجبني بزاف انا الوريضات هاليازير. هادي الهبطة ديال الهديم، هادي الطريق ديال الهديم. بعد ما شتو معايا النهار كي داز من الصباح حتى لدابا، ايوا الصباح راكم شتو، طيب ليا الصغير في ولادي، طيب ليا الفطور، فطرت مشيت للسويقة، جيت لقسم الله، طيبت الغدا، تغدينا، ساليت، ايوا خرجت لهنا طبيعي يفوت شوية.